الصيد ما هو إلا الخبرة في بجيبة الحوت، ولا هم اللي لا القدرة على تحمل التعب والمخاطر. الصيد مسؤولية، والمسؤولية ما تجسد. صياد مسؤول عن الشباك اللي صيد بيها، ما يلا يجيب فيها موشي معمر. الصياد مسؤول عن البحر اللي صيد فيه، ما يلا يرمي فيها وساخ. الصياد مسؤول عنه ما يلوث البحر به، اللي هذا هو مستقبله ومستقبل أولاده. مسؤوليتي كصياد عني شي دخلت به البحر وعملته ما نزرقوا فيه، نحتفظ به إلينا نردوا للحاشية. أنا صياد ومتحمل مسؤوليتي.